في حلقة جديدة من برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأب جورج شرايحة. تناولت خلال اتصال هاتفي مع الأب فرح حجازين كاهن رعية اللاتين فرمامين الحوار الأخير الذي دار على خشبة الصليب بين يسوع المسيح ولص اليمين. فإلى هناك. أبونا، كيف نتهيأ للملكوت؟ هذا دائما سؤال من وجهه نحن لأنفسنا، أنه كيف بدي يكون مع ربي في السماء وأكون حاضر معه في السماء، فشو أعمل؟ إيش أسوي؟ طبعا هذا السؤال كمان ورد في الإنجيل من القديس نيقوديموس لما قال له كيف أكون وأكسب السماء. فتفضل أبونا نتحدث عن هذا الموضوع. شكرا لكم. الواقع لحد الأسبوع الماضي يوم الثلاثاء كان تأملنا على كلمة من كلمات يسوع وهو على خشبة الصليب. نعم. اغفر لهم يا أبتي لأنهم لا يدرون ماذا يعملون. نعم. فكان اقتراحي أنه نكمل التأمل على بعض كلمات يسوع المسيح وهو على خشبة الصليب. نعم. وكان تأمل اليوم هو سؤال لص اليمين ليسوع وطلبه من يسوع اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، فكان جواب يسوع اليوم تكون معي في الفردوس. فرايحين نشوف شو التلاميذ قبل ما يحل الروح القدس عليهم شو كانوا يستنوا شو كانوا يطلبوا، كذلك الشعب اليهودي من يسوع. شوف الفرق كبير شاسع ما بين طلبهم وطلب اللص على خشبة الصليب على اليمين. فراح يكون هذا هو تأملنا حتى نقتدي بهذا اللص وهو يطلب ليس الشفاء ولا أي نعمة مادية، إنما طلب الملكوت. فبنتحدث بنقول أولا يعقوب ويوحنا طلبا من يسوع أن يجلسا عن يمينه وشماله في مملكته. نعم. بطرس كان ينتظر مكافأة مادية مقابل اتباعه ليسوع، قد تركنا كل شيء وتبعناك فماذا يكون لنا؟ نعم. بقية التلاميذ تخاصموا فيما بينهم في من هو الأكبر في مملكة المسيح. تلميذا عماوس شعرا بخيبة أمل بعد موت المسيح دون أن يحقق مملكة دنيوية يكون لهما فيها من مراصب عالية، فقال ليسوع الذي كان يسير معهما كنا نحن نرجو أنه هو الذي سيفتدي إسرائيل يقيم لها مملكة. كذلك الشعب اليهودي كان ينتظر ويطالب السيد المسيح أن يعيد الملك لإسرائيل. يا رب أفي هذا الزمن تعيد الملك لإسرائيل؟ يا رب متى ترد الملك لإسرائيل؟ وفي مكان آخر بعد تكسير الخبز هم اليهود باختطافه ليقيموه ملكا، وكانوا باستمرار يطالبون بالعجائب. ماذا تعمل لنا من الآيات لكي نؤمن بك؟ إن كنت ابن الله فانزل على الصليب فنؤمن بك. بالرغم من كل عجائب الشفاء وطرد الشياطين وإقامة الموتى ظلوا غير مؤمنين. أما لص اليمين الذي لم يسمع الكثير من تعاليم السيد المسيح ولم يشاهد الكثير من العجائب، كل ما سمع فقط هذه الكلمة ليسوع التي هزت كل كيانه، غفران يسوع لصالبيه، اغفر لهم يا أبتي لأنهم لا يدرون ماذا يعملون، لأول وهلة لم يصدق أذنيه حتى أخذ يسأل نفسه من هو هذا؟ أي إنسان هذا الذي لا يبالي بالألم والموت؟ أي إنسان هذا الذي بالرغم من عذابه وألامه يهتم بالأشرار والخطأ؟ هل يمكن لإنسان أن يصلي من أجل صالبي؟ هل يمكن لإنسان ما أن يطلب الصفحة والغفران لهؤلاء القتلة المجرمين؟ لا، إنه لن يكون مجرد إنسان، كلا، ولا مجرد نبي. وهنا انفتحت عيناه فجأة ورأى في يسوع المصلوب بجواره ربا وملكا.